وجودنا في هذه الحياة ليس عبثاً، لذلك مع مايسترو الحياة الدكتور حسن المزين سنرفع شعار: كل ما يحصل لك في هذه الحياة يحصل لأجلك. من قلب الحياة، سؤال دائماً يطرح علي: هل يوجد استراتيجية دكتور ممكن أتبعها حتى أغير فعلاً حياتي، حتى أبني عادات جديدة، أتخلص من عادات قديمة؟ ممكن تعطيني استراتيجية سهلة قابلة للتطبيق، عملية؟ واليوم حنحكي في هالموضوع. اليوم رح أعطيك استراتيجية أنا شخصياً بطبقها في حياتي، وجميلة جداً الاستراتيجية وسهلة، وهي مأخوذة من تجارب ملايين البشر عبر الأزمنة، اللي ممكن تخلي إنسان فعلاً يأخذ قرار ويغير حياته. بس المهم التطبيق. الاستراتيجية بتعتمد على ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى في هاي الاستراتيجية هي ارفع معاييرك. أكيد في شغلات في حياتك عم تضايقك، شغلات نفسك تتخلص منها، أو في أشياء نفسك تتبناها، عادات حابب تتخلص منها، عادات حابب إنها تصير جزء من حياتك. لذلك أول خطوة إنك ترفع معاييرك، بمعنى بتجيب ورقة وقلم وتكتب التالي: من الآن فصاعدا لن أسمح إني أكون جاهل، لن أسمح إني ما أحفظ القرآن، لن أسمح إنه الناس تهيني وتتمسخر علي، لن أسمح إنه وزني يكون عائق في طريق تقدمي، في صحتي، إنه يأثر علي سلبا، لن أسمح، لن أسمح، لن أسمح. أول خطوة في أي تغيير إنه الإنسان يبدأ بقول لن أسمح. رفع المعايير هو الشيء اللي جاء فيه الأنبياء. الأنبياء لما نزلوا برسالاتهم أول شيء جاءوا ليقولوا إنه المفروض إنه نحن نعبد الله، فلن نسمح أن يكون هناك شرك مع الله وأن تكون العبادة لغير الخالق الحقيقي. فأول شيء ارفع معاييرك. النقطة الثانية غير معتقداتك، لأنه في واحد رح يجي يحكي لي: يا سلام، طب ما أنا عارف أنه لا، ما بدي يكون عندي كذا، ما بدي أدخن، ما بدي يكون عندي وزن زايد، ما أنا عارف يا دكتور ودائما بحكي هالكلام، بس ما في إشي بتغير. السبب الحقيقي هو النقطة الثانية: غير معتقداتك. لو اليوم جبنا غاندي وسألناه: هل تعتقد فعلا بأنه ثورتك السلمية اللي ما فيها سلاح ستنهي الوجود البريطاني، هذه المملكة الكبيرة من الهند؟ تأكد تماماً أنه في قناعاته الراسخة نعم ستنهيه. لذلك لا يوجد أي شيء قابل للتغيير في حياتك إذا ما كان عندك المعتقدات الصحيحة التي تدفعك للاستمرار في هذا التغيير. أنا دائماً أقول أننا نفشل قبل أن نبدأ وننجح قبل أن نبدأ. في مرات كتير في ناس بتروح لأندية رياضية عشان تنزل وزنها، بس قناعته الداخلية أنه أنا ما راح ينزل وزني، مضيعة وقت، وبالتالي هو فشل قبل أن يبدأ. كل إنسان نجح في هذه الحياة كان عنده ما يسمى قناعات الدافعة للأمام، empowering beliefs، الأشياء اللي هو معتقد أنها حقيقة هي الأساس في الوصول إلى النجاح أو الفشل. لازلت أذكر عندما بدأت هذه الرحلة عبر السوشيال ميديا، في البداية كان عندي شك، لأن الناس اللي حوالي كانت تشككني: هل تعتقد فعلا أن الناس ستسمع للعلم؟ هل تعتقد فعلا أن السوشيال ميديا معمولة حتى الناس تطور طريقة تفكيرها؟ يا أخي، السوشيال ميديا معمولة للتفاهة وللأشياء الفاضية واللي ما إلها محتوى، ليش تتعب حالك؟ لكن من جوا كان عندي قناعة أنه لا يصح إلا الصحيح، وأنه من يأتي بعلم يفيد المجتمع الناس ستسمعه. وفي النهاية كان سر النجاح قبل البدء وليس بعده. موضوع القناعات التي تسلب القوة أو تمنح القوة موضوع طويل، والقناعات من أكثر المواضيع التي تؤثر على الناس وتغير طريقة حياتها. فيا مناس مبدعة عندها قناعة أنه هي مش مبدعة، يا مناس عندها فكر عظيم للأسف قناعاتها عن نفسها أنه هي ما عندها أفكار جيدة نهائيا، يا مناس كان عندها أحلام وأخذت أحلامها إلى المقبرة بسبب وجود قناعات سلبتها القوة في إنها تتحرك وتحقق أحلامها وتفيد حالها وتفيد مجتمعها. لذلك من خلال كورساتي مدرستي الحياة تحديداً أركز كثيراً على هذا الموضوع، ومناخده في أكثر من درس، ومنعطي تمارين تخلي الإنسان يكتشف في داخله ما هي القناعات التي تتحكم
في طريقة تفكيره. النقطة الثالثة حتى أنت فعلا تأخذ قرار وتغير حياتك هي أن يكون عندك استراتيجية. وهنا سنتوقف، لأنه دائما لما بنحكي كلمة استراتيجية الناس بيروح فكرها استراتيجية عسكرية، استراتيجية سياسية، استراتيجية مالية، وكأن الكلمة هيك وقعها ثقيل على القلب وكأنها كلمة صعبة كثير. الاستراتيجية هي أقصر طريق للوصول إلى نقطة محددة. لذلك ممكن ترفع معاييرك ويكون عندك قناعات تمنحك القوة، لكن كيف سأحقق ما أريد تحقيقه؟ هنا يأتي دور الاستراتيجية، وراح أعطيك أبسط استراتيجية ممكن تتبعها للوصول إلى ما تريد. قلد الناجحين، امشي وراء أثرهم، شوف شو عندهم قناعات، شوف بإيش كانوا يؤمنوا، شوف الطرق اللي استخدموها للوصول إلى أحلامهم. لذلك لازم يكون عندك قدوة تمشي وراها، لكن الموضوع مش تقلدها في التصرفات، تشوف شو هي طريقة تفكيرها ومعتقداتها. وعلى سبيل المثال، ناس كتير بتحكي انه انا قدوتي في الحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن السؤال، هل قدوتك الرسول في الصلاة والصوم وانك يمكن تربي لحيتك، هل هي قدوتك؟ ولا لازم تفكر كما يفكر الرسول؟ هل انت يائس في حياتك؟ طب الرسول كان عنده قناعات تخليه يائس في حياته، ولا كان دائما متفائل؟ مرات لما بصير معي مواقف صعبة دائما برجع لقدوتي في الحياة، وكثير من الأحيان برجع للرسول عليه الصلاة والسلام وبقول يا ترى لو الرسول كان في مكاني أو كان جنبي الآن وكنت شايفه، إيش الكلمة اللي حتطلع منه عشان تدعمني وتخليني أستمر؟ كيف كان راح يفكر في هذا الموقف؟ وممكن يكون مش أنبياء، ممكن يكون والدي، كيف كان والدي راح يفكر في هالموقف؟ كيف كانت أمي حتفكر في هالموقف؟ كيف كان المليونير الفلاني اللي عمل ثروة كيف راح يفكر في هذا التحدي المادي اللي أنا بواجهه في شغلي؟ وبالتالي أسهل الاستراتيجية إنك تمشي وراء قدوة وتشوف كيف كان يفكر، ما هي قناعاته، وكيف إنك أنت ممكن تستغل نفس القناعات للوصول إلى أهدافك. الحياة أكبر مخاطرة فيها أن لا تخاطر، أكبر مشكلة في الحياة أن لا تبدأ بالتغيير. كل شيء في هذه الحياة يتغير، والثابت الوحيد في هذه الحياة هو التغيير. الوحدانية والثبات لله وحده، أما كل ما دون الله فهو متغير ومتحرك. وإذا أنت خالفت هذه السنة بكسلك وتكاسلك وتقاعسك رح يصير عندك مشكلة كبيرة، وتنقلب إلى مشاكل نفسية واكتئاب وإحباط وضياع للحياة وإنت عايش دور الضحية. كثير من الناس بتسألني كيف آخذ قرار؟ أنت اليوم صار عندك استراتيجية واضحة، أولاً ارفع معاييرك، ثانياً فتش على معتقداتك وتبنى معتقدات تعطيك القوة للوصول إلى أهدافك، وثالثاً دائماً لازم يكون عندك قدوة تمشي وراه وتشوف كيف يفكر حتى تاخذ أقصر طريق للوصول إلى أهدافك. لكن القرار مثل العضلات، كلما دربت العضلة أكثر كلما كبرت وصارت أكثر تحملاً وقوة. لذلك خذ قرارات في حياتك، لا تقف متردداً كثيراً. القرار يحتاج إلى أنك أنت تدربه وكأنه عضلة، خذ أول قرار وثاني قرار وثالث قرار ورابع قرار. الحياة ما هي إلا فترة ورحلة قصيرة، إيش قاعد بتستنى؟ ارفع معاييرك اليوم، لا تسمح لشخص يهينك، لا تسمح لشخص يستعبدك ويحطك في قالب معين إنك أنت فاشل أو أنت لا تصلح لأي شيء أو أنت مستحيل ينزل وزنك، أنت مستحيل تترك الدخان، لا يمكن تدرس، إذا فلحت ابقى قابلني. لا تسمح لآراء الناس تغيرك وتأثر عليك. خذ قراراتك الشخصية، ابدأ بقرارات بسيطة عشان تاخذ منها ثقة. وشو المشكلة إذا غلطت؟ اغلط، الحياة موجودة عشان نتعلم من غلطنا من أخطائنا. حتى ربنا لما خلقنا لم يخلقنا ملائكة، خلقنا بشر، عنا أخطاء وعنا عيوب، وخير الخطائين التوابون. لذلك الموضوع عندك، يجب أن تستغل من الآن كل لحظة حتى تدور على مستقبل أفضل، لأنك تستحق. والموضوع كله قرار ممكن يغير حياتك للأبد. تذكر خلقت لتتعلم، فتتأقلم
ولم تخلق لتتألم. كنتم مع مايسترو الحياة الدكتور حسن المزيد. تابعونا على حساباتنا بمواقع التواصل الاجتماعي.